الدورة العادية لمجلس الشورى لحركة الإصلاح الوطني لم تضف جديداً إلى المشهد السياسي مع مطلع السنة الجديدة، كونها أبقت على حالة السسبانس السائدة منذ فترة بخصوص الرئاسيات. فيلال غويني رئيس حركة الإصلاح، وعلى الرغم من أنه لم يبدي علماً أو جهلاً بموعد الرئاسيات، إلا أنه بات متفتحاً على كل مبادرة تلقى الإجماع بين المعارضة والموالاة. على مستوانا الحزبي نحبذ أن تكون العملية الانتخابية في مسارها الطبيعي وفي أجلها الدستورية العادية، إلا إذا كان يعني حدث يعني ما هو جديد، إن كان هناك يعني مبادرة في هذا الاتجاه وتتوفر لها شروط النجاح ويقتنع جميع الفاعلين بما فيها القيادة السياسية في البلاد بالذهاب إليها، فنحن نرحب بذلك. وإن كان الوضع ضبابيا في حركة الإصلاح الوطني بالنسبة لموعد الرئاسيات، فإن الأمر أكثر وضوحا بمساندة ومناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة. ونؤكد في حركة الإصلاح الوطني دعوتنا لترشيح السيد رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة، لأننا نرى بأن عديد الملفات التي ذكرناها يمكن أن تعالج في المرحلة المقبلة بالذهاب إلى مسار انتخابي طبيعي سليم في إطار انسجام وطني، ولتكن المصلحة الوطنية والمصالح العليا للوطن هي التي ترتفع عن ما دونها من مصالح حزبية أو شخصية أو غير ذلك. إذن وبعد أن أدلى كل بذلوه بخصوص الرئاسيات تمديدا أو تجديدا، فإن الوقت القانوني الفاصل عن موعد الرئاسيات سيظهر تحديدا ما خفى عن الجميع.